بالنسبة للفيديو التاني هنتكلم عن السنسيشنز. النقطة اللي أنا عايز أقولها عن السنسيشن ديفينيشن، أعرف إيه هو السنسيشن. كلاسيفيكيشن، هنصنف السنسيشنز إلى أنواع كتيرة، بس هتكلم على نوع فيهم بالنسبة للسيروتونين. يعني هقول إن السنسيشن ممكن يبقى سوماتيك، ممكن يبقى أورجانيك اللي هو الهانجر والستريس الجوع والعطش، ممكن يبقى visceral sensation، وممكن السنسيشن يبقى سوماتيك، سوماتيك أو بودي سنسيشن، وده اللي إحنا هنركز عليه. وهنقسم السوماتيك سنسيشن إلى تصنيفين، زي ما عملت في فيديو ريسبتور، قسمت الريسبتور من حيث المكان، السبيسيفيسيتي وأدابتيشن. برضه هقسم السنسيشن السوماتيك إلى تو كلاسيفيكيشن. الحاجة الثالثة إن كل سنسيشن أنا هقول اسمه لازم تكون عارف الريسبتور بتاعه، الافرنت اللي المفروض ينقله، التراكت او الباس واي، والادابتيشن، وتكون عارف طريقه التست. ودي نقطه مهمه جدا. هنبتدي كلامنا في الفيديو ده عن وات از سنسيشن. سنسيشن معناها كونشيس بيرسبشن اوف اكسترنال ستيمولس، معناها انا مدرك تماما الستيمولس اللي حواليا. كلمه بيرسبشن معناها ادراك، انا صاحي ومركز مش في غيبوبه، كونشس واعي عارف كويس قوي. وهنعمل الكلام ده في السكشن، هنجيب دبوس ونقول لك انا هشكك بدبوس، لازم تكون مركز وفاهم. هشرح لك التست وهنقول النهارده خطوات السنسوري اكزامينيشن، دي مهمه. يبقى السنسيشن يو ار كونشس، يبقى دي اول حاجه. ديفينيشن كلاسيفيكيشن، اتكلمنا ان عندنا انواع كتيره، بس انا هركز على سوماتيك. السوماتيك سنسيشن هنصنفه تصنيفين، يعني السوماتيك هيتصنف الى تو كلاسيفيكيشن. التصنيف الاول ليه؟ حسب المكان، والتصنيف الثاني ليه؟ حسب السبيسيفيسيتي او الموداليتي، حسب الاحساس نفسه. يعني ايه؟ يعني اقول لك سوماتيك سنسيشن المكان، يعني ايه؟ ممكن احس مثلا ببين، البين ده احسه في السكين، حاجه كوتينيس. طب ما هو الجلد ده خارجي سوبرفيشال، يبقى السايت اوف سنسيشن يا اما يبقى سطحي، وده هحس فيه ثلاث حاجات: بين وتاتش وتمبريتش. ده مثال. او ممكن الاحساس يبقى ديب سنسيشن. كلمه ديب يعني انا اقول لك مثلا ايه؟ عضلاتي بتوجعني، مفاصلي وجعاني. ديب دايما المقصود بيها ماسل وجوينتس وتندنز وليجنز، ودي نقطة مهمة جدا. يبقى بالنسبة للديب سنسيشن ممكن يبقى ماسل أو جوينت أو تندنز أو ليجن. ودايما هنلاقي إن الديب سنسيشن زي ما قلت في فيديو ريسبتور إحساس اسمه بروبريو سبتوس، ودي مهمة جدا. كلمة بروبريو معناها بوزيشن اوف ذا بودي، يا ترى أنا واقف ولا قاعد؟ مايل بجسمي يمين ولا شمال؟ أنا وضعي إيه؟ الوضع ده بيحدد ريسبتور في الجوينتس، يبقى ده إحساس ديب، ما ينفعش يبقى سوبرفيشال، ده أهم واحد. والإحساس ده هنصنفه حاجتين، حاجة ستاتيك وحاجة دايناميك. كلمة ستاتيك سنسيشن أو ستاتيك بروبريو سيبشن المقصود بيها إيه؟ شيء ثابت. بمعنى يعني أنا دلوقتي الجوينتس بتاعتي الإنتر فرنجيال جوينت أهي ما بتتحركش، دي ثابتة.
ده اسمه static proprioception. او نوع تاني اسمه dynamic. dynamic يعني حركة. وده اللي احنا هنعمله في السكشن. هجيب ايد زميلك هثبتها بشكل معين، انا هثبت الجوينت ده العادي اللي هو الانترفرنجيه اللي في النص، وهاجي بايد الثانيه واحرك الجوينت اللي فوق. طب ليه بتثبت اقرب جوينت للجوينت اللي هتعمل فيه اكزامينيشن؟ الهدف هو شيء واحد، هو ان انت تحرك جوينت وحيد. انا عايز احرك اللي فوق بس. لو انا ما ثبتش الجوينت ده هتلاقوا كده كل الجوينتس عندي بتتحرك. ده مش صح. انا عايز الاكزامينيشن يبقى سبيسيفيك. ففي حاجه اسمها داينامك او كاينيتك، وضع الحركه. من وضع الحركه عايز اعرف الجوينت ده انت كعيان، هقول لك غمض عينيك قول لي كده، بيتحرك ولا لا؟ بيتحرك ولا لا اسمها سنس اوف موفمنت. وهتلاقوا حاجه غريبه، السنس اوف بوزيشن اللي هو الاستاتيك الثابت بيبقى له ثابت، والسنس اوف موفمنت الحركه بتاعه الشاين ليها ريسبت. يعني ايه؟ السنس اوف موفمنت الحركه دي بتاعه الجوين يحسها باسينيان كورباس، والباسينيان كورباس بيحس بالريت اوف موفمنت بمعدل الحركه. معدل يعني ايه معدل؟ الجوينت بتاع الانترفرنجيه بينزل زاويه قد ايه؟ 30 درجه 45 الوضع بتاع حركته. ودايما اللي بيحس معدل الحركه يبقى ريسبتور سريع، يبعت اكشن بوتنشال بسرعه للكورتكس، وبعد كده الاكشن بوتنشال يقل. يبقى اذا الريت اوف موفمنت الريسبتور اللي يحس بيها رابيد ادابتنج ريسبتور. دايما واحنا طلبه كنا بنذاكرها كده، الار مع الار، الريت بيبقى الرابيد ادابتنج. وعلى فكره الرابيد ادابتنج ريسبتور مش باسينيان وبس، وكمان معاها مايس نيرف كورباس، لان احنا اتفقنا عندنا اسماء لريسبتورز كتيره قلناها الفيديو اللي فات. يبقى باسينيان ومايسر بوز ار رابيد ادابتنج، يحس بمعدل حركه الجوينت، ودي اسمها كاينيتيك بروبريوسبشن او نسميها دايناميك بروبريوسبشن. الستاتيك بقى اللي هو سنس اوف بوزيشن، ودي يحس بيها اكتر من ريسبتور. يعني ممكن يحس بيها بولجي تندن اورجن. يعني في نهايه التندنس ممكن تلاقي ريسبتور. ايه هو التندن؟ المصل اهي، وادي التندن في النهايه حطينا فيها ريسبتور، اتسمى على اسم الراجل اللي اكتشفها اسمه جولجي. فجولجي تندن اورجن يحس، ممكن يبقى فيه ريسبتور اسمه رافيني برضه يحس. يعني اللي انا عايز اقوله ان هذا الاحساس او الوضع بتاعك يتحس باكتر من ريسبت. مش شرط يبقى وضع الجوينت، ممكن يبقى وضع الجسم نفسه. طيب في معلومه مهمه بتتسال شباب، ايه الفرق بين السمول جوينتس اند لارج جوينتس؟ اللارج جوينتس السكين اللي حواليها بيبقى مشدود ولا مرتخي؟ دي مهمه. دايما لازم يبقى السكين اللي حواليها يبقى مرخي او ريدندنت. ليه؟ لان اللارج جوينتس عايزه تتحرك بسهوله وانت بتمشي وانت بتجري، اما السمول جوينتس اللي هي بتاعه الهاند بيبقى السكين حواليها مشدود. دي معلومه مهمه بتتسال من اساسها. يبقى لغايه دلوقتي انا حددت مكان
السنسيشن سوبرفيشال وديب، واديت مثال الديب هو البروبريو سيبتو. هل في امثله اخرى لديب سنسيشن؟ فيسيرال سنسيشن، فيسيرال يعني ليفر، سبلين، ستومك. انت حاسس بحاجه في اعضائك الداخليه، في الاورجنز اوف جي اي تي، ده فيسيرال سنسيشن. او هايبوثالاميك، الهايبوثالاميك ده بيبقى ديب سنسيشن. طبعا مش هنقول هايبوثالاموس دلوقتي لان ليها فيديو خاص في الهاير فانكشن. نيجي بقى للسبيسيفيسيتي او نوع الاحساس اللي هتحسه، عايزين نحطه في مسميات، وتحت كل مسمى هندخل على العنوان الاخير. اتصنف السنسيشن الى ميكانو وسيرو، والتالت هو نوسي سبتوس او نوسي سنسيشن. ميكانو سنسيشن اللي هو تاتش، بريشر، فايبريشن، قلناهم في الفيديو اللي فات. يزيد عليهم ايه بقى؟ ايتشنج، تيكلينج. ودي يعني ايه؟ تيكلينج هو احساس الزلزله، زي حشره ماشيه على جسمك. انسكت موفينج ستيمولس بسميها التيكلينج الزلزله، او ساعات خلينا دغدغه، مش هنتناقش في النقطه دي. في بقى احساس السويتشنج او الهرش اللي هو الكيميكال ستيميوليشن، زياده الهيستامين. ده ميكانيكال، حاجه لمستك. وهتلاحظ حاجه جميله قوي، الاساس دايما في الميكانيكال هو التاتش. لو التاتش زاد بقى بريشر، ولو التاتش ده تكرر مع بريشر بقى فايبريشن. ودي قلناها قبل كده، يعني حطيت شوكه رنان على البول، طب ما هي لمست البول وضغط عليه، احساس متغير من تاتش زائد بريشر بقى اسمه فايبريشن او الاهتزاز، احساس ان حاجه بتتهز على ايدي، بتتهز على البول. دايما الموضوع ده موجود، ده ميكانيكال سنسيشن. سيرمو برد او حر، كولد وور، ودي هنتكلم عليها في اخر الفيديو ده، هنتكلم على التمبريتشر بتفاصيل. النوسي سنسيشن او البين، ده بقى فيديو لوحده. هنتكلم على انواع البين، هنتكلم على الكنترول، ازاي ربنا يخليك مش حاسس بوجع طبيعي. كل التفاصيل دي في فيديو لوحدها. ده ميكانو، سيرمو، وبين سنسيشن. طيب النهارده في الفيديو ده انت هتشرح مين؟ هشرح دول ميكانو اند سيرمو. عشان اشرحهم هنعمل زوم على النقط اللي هتكلم عليها. كل احساس هقوله دلوقتي هتكلم عن السبتر اللي استقبله، هتكلم على افرت، على باس واي اللي نقله، وهتكلم على ادابتيشن. يا ترى الاحساس ده سلولي ولا رابيدلي ادابتنج ولا ايه؟ يعني ايه المشكله؟ وهتكلم على التست عملي، ازاي في السكشن انت هتعمل تست للسنسيشن ده. هنبتدي اول واحد هنتكلم عليه هو التاتش. التاتش سنسيشن متقسم عندنا الى اتنين، تاتش بيبقى فاين تاتش او كرود تاتش. وهنقول يعني ايه كلمه فاين؟ يعني محدد، انا لمستك في مكان معين. هنيجي في السكشن نطلع ولدين ونقول لواحد فيهم انت هتمسك الماركر ده، زميلك التاني هيكون مغمض عينيه ومعاه قلم تاني في ايده. انا بقى هعمل فيه ايه؟ انا هحط نقطه
في بعض كده، انا حطيت نقطه وعامل عليها زوم. زميلي اللي هيتعمل عليه التست وهو مغمض عينيه ليه مجهز القلم؟ علشان هيشاور على بقلمه على المكان اللي انا لمسته. يعني انا لمسته بالنقطه السوداء، هو حط نقطه حمراء ومغمض عينيه. هتلاحظوا بالزوم النقطتين قريبين جدا من بعض. معنى كده ان زميلي قدر يحدد المكان اللي اتلمس عنده، مش لازم المكان يبقى بالملي. هتقولوا الله فاين يعني ايه؟ لمسه محدده. فاين شيء محدد، وهنقول شروطه دلوقتي. طيب يعني ايه كرود؟ كرود يعني انا اجيب حته قطنه، طبعا مش زي المنديل ده، قطنه جايبها من كيس هيشه. القطنه دي مش مبرومه، قطنه كده هيشه صغيره مثلا، واحطها على صباع. كده انا لمست ريسبتورز كتيره، مش نقطه محدده زي دي. دي فاين، لكن قطنه هيشه صغيره دي كرود تاتش. يبقى تعالوا نقول الشروط في البدايه. What is fine touch؟ واحد، it has a specific receptor. ربنا مميزها، انا ليا ريسبتور خاص بيا، وهقول اسمه دلوقتي، ميركل ومايس نول. ودي قلناها الفيديو اللي فات، ان الريسبتورز اوف فاين تاتش يبداوا بحرف الام، واحد اسمه ميركل والتاني اسمه مايس. وده مهم جدا. النقطة الثانية اللي أنا عايز تكونوا عارفينها، إن لازم الفاين ده يبقى له سبيسيفيك افرنت. طبعا نيرف معين ينقله، والنيرف المعين اللي هينقله ده هو ايه؟ بيتا. وتعالوا افكركم بكلام سابقون، قلنا ان الاعصاب بتاعتنا كانت بتتقسم الى ايه؟ وبي وسي. ايه وبي دول؟ مايلينيتد نيرفز. والمايلينيتد اتقسمت في ايه؟ الى الفا وبيتا وجاما، وكمان قلنا ان في ايه؟ دلتا. الفا وبيتا ودلتا وجاما. طبعا معروف ان الالفا هو الاسرع، وبيتا الثاني اللي بعده في المايلينيشن. ملاحظة غريبة على البورد دكتور، فاين تاتش، انت قلت لنا في الفيديو اللي فات التاتش احساس ما نقدرش نعيش من غيره، لازم يوصل بسرعة للكورتكس. ليه ربنا ما ادالوش اسرع حاجة اللي هي ايه؟ الفا. هرد على هذا السؤال، لان الايه الفا بتنقل ما هو اسرع من الفاين تاتش. ما هو اسرع؟ ايه الاسرع؟ احساس الجرافيتي. وانا واقف دلوقتي طول الوقت جاذبيه بتحاول تشدني وتوقعني، يبقى شيء طبيعي لازم الريسبتورز اللي في رجلي تبعت ستيمولس سريع، تبعت احساس سريع الى السباينال كورد للانتيريور هورن سيل، فيحصل كونتراكشن سريع للانتي جرافيتي مصر. رد الفعل عشان يبقى سريع لابد الافرنت اللي ينقله يكون اسرع ما يمكن. عشان كده الايه الفا دي مش هتتقال اساسا في السنسور، هنقولها في فيديوهات الموضوع هفكرك بيها، مهمه جدا. يبقى قاعده النهارده، اي فاين سنسيشن يتنقل بايه؟ بيتا فاين. يبقى انا جاوبت على الريسبتور ميركل ومايسل وقلت افرنت ايه بيتا. طب التراكت يؤجل للفيديو اللي جاي، ده لازم يتقال في حته لوحده. الباس واي اللي هيتنقل فيه السنسيشن هقول لكم فكره مبدئيه. شايفين التو سنسيشنز اللي على البورد دول؟ صعب الاثنين يتنقلوا في باس واي واحد، وهنقول
الكرود حاجة غير محددة. أيوة ممكن تتنقل مع الفايل على اعتبار إن هما تبع التاتش، بس دايما ربنا بيصنف البين أقل أهمية كسنسيشن من التاتش. أنا عارف إن البين بروتكتيف، بحس بوجع آخد دواء أروح للدكتور، وإلا التيشو دامج يبقى أب. أنا فاهم، بس لو أنت جيت صنفت السنسيشن الأهم فالأقل أهمية، هتلاقي الأهم تاتش يتنقل في باس واي مع مين؟ مع الناس اللي زيه. دايما قاعدة أو يعني يقولوا مثل إنجليزي معروف، birds of the same feather fly together. الطيور على أشكالها طبعا معروفة. التاتش لو زاد بقى بريشر، فالتاتش والبريشر يمشوا في باس واحد للكورتكس. التاتش مع البريشر لو اتكرر بقى فايبريشن، يمشي في باس واحد. طب البين؟ لا، باس واي تاني. طب الايتشنج بالحرش والتيكلين والاحاسيس الغوغائيه الاقل اهميه، هو انا عايش طول حياتي اهرش؟ لا، احيانا عايش طول حياتي في بين احيانا. فما ينفعش السنسيشن المؤقت ده يمشي مع سنسيشن ما تقدرش تستغنى عنه. مين فينا يقدر يستغنى عن التاتش؟ انت بتلمس الصبح كل حاجه، تشيل الشنطه، بتكتب بالقلم، كل حاجه تاتش، فما ينفعش. يبقى كده قلنا دول. نيجي للادابتيشن. الفيديو اللي فات قلنا ان التاتش ريسبتورز بيبعت اكشن بوتنشال بسرعه للكورتكس، وبعد كده الاكشن بوتنشال بيقل. ما ينفعش طول الوقت نبلغ الكورتكس اني انا دلوقتي لابس ساعه، كمان خمس دقايق انا لابس ساعه، لا، لانه احساس مش مهم، عامل له اوفر لودنج للبرين. وقلت وقتها تاتش ريسبتورز رابيد ادابتنج بعدت شويه اكشن بوتنشال وقلت. معنى كده ان الادابتيشن اوف تاتش از رابيد. اي تاتش فاين كرود راب، يبقى جاوبت على دي. اخر نقطه لازم اقولها بقى، التست. التست بقى ازاي هاو تو اكزامين التاتش. انا قلت الفاين تاتش دلوقتي، قلت بعمل له اكزامينيشن بالماركر بالنقطتين الحمراء والسوداء وعملنا عليهم زوم. اسم التست تاكتايل لوكاليزيشن، وده مهم. كلمة تاكتايل معناها لمس، معناها تاتش. أنا عايز أحدد النقطة اللي لمستك عندها، دي مهمة جدا، حددها لي. ده فاين تاتش، وده اللي هتعمله في السكشن. في بقى تيست تاني تبع الفاين تاتش هنعمل عليه زوم، الفيرتيكال. هنجيب كومباس، المفروض انه يبقى الكومباس ده مقفول، تمام، في صاموله، بس معلش الصاموله بايظه. بحط هذا الكومباس بطريقه معينه، المفروض امسكه من فوق واجي احطه على صباع زميل. هنتخيل ان انا البيشنت والدكتور حاطط لي البرجر مقفول، انا مغمض عينيا ليه؟ علشان ما اشوفش فتحه البرجر قد ايه، ولو ان الدكتور قافلها. في الاول الدكتور هيسالني سؤال، حاسسه نقطه ولا نقطتين؟ هقول له لا نقطه. يجي الدكتور بره يفتح صابونه من على الجنب فتوسع التو انز، ويرجع يحطها لي مره ثانيه على نفس المكان، اقول له نقطه. يفضل يوسع ويحط لغايه ما في النهايه اقول له انا ميزتهم نقطتين سبت منفصلين عن بعض، نقطه هنا ونقطه ثانيه. يجي الدكتور ياخد المسافه اللي انا قلت عندها نقطتين ويحطهم على المسطره على رولر عاديه ويقول الديستنس
وده مهم قوي. تقتين معناها طرش وديسكريمينيت الا هنا بميز ما بين نقطتين. خليكم فاكرين في التو ماركرز انا كنت بعمل لوكالايز للنقطه اللي اتلمست عندها بالماركر اللي انا ماسكه عشان ما انساش انا اتلمست فين. ديسكريمينيشن هنعمل ايه؟ هرسم رسمه مهمه. انا حسيت بالبوينت نمبر 1 وبالبوينت نمبر 2 فيرست وسكند. كل بوينت انا حسيت بيها وصلت الى الكورتكس منفصله عن النقطه الثانيه. عشان كده الكتاب قال each point has a specific receptor و specific effect وليها specific center في الكورتكس. يعني كل نقطه انت حسيت بيها محدده ليها باص واي مميز من حيث البدايه حتى النهايه. وعشان كده تلاحظوا حاجه مهمه وده سؤالي ليكم، هل بوينت 1 وبوينت 2 حصل ما بينهم التقاء؟ مستحيل. لو كان الاثنين اتجمعوا في سكه واحده كان الكورتكس ترجم الاحساس اللي واصل له ان هو بوينت واحده انت اتلمست عندها. عشان كده دايما الكتاب يحفظها للطلبه ازاي؟ يقول له في ثلاث حاجات هيحصلوا، ليه انا ميزتهم نقطتين؟ والثلاثه فيهم كلمه مور، مور ريسبتورز، مور افورت، مور سنترز. ما هو كل واحده محدده وكلمه واحده فيها لس، اند لس كونفرجنس، ما حصلش التقاء في السكتين. مش ممكن، كانوا هيبقوا 1 بوينت. سؤال بقى، اسم التست ده دول تقطير يعني لمس ديسكريمينيت اناليس، هل ليه اسم تاني؟ ايوه، فيبر كومباس تست. فيبر على اسم الراجل الالماني اللي اكتشف البردل ده، وده هتلاقوه في اول سيكشن عملي في السنه. طيب نفس الكلام، طب حلو، انت قلت لنا ان في مسافه الدكتور هياخد نهايتين البرجر ويحطها على مسطره، المسافه دي قد ايه؟ واسمها ايه؟ وايه هي اقل رقم ليها؟ يعني اولا المسافه دي اسمها ثريشولد ديستانس، وحتى الكلمه واضحه ثريشولد الحد الادنى. يعني لو فتحة البرد قلت عن المسافة اللي هتحطها على المسطرة بعد ما قال العيان نقطتين مش هنقدر نميزهم نقطتين زي الأول، ما أنت قلت عن الديسكريميشن بتاع البيشن أو عن النورمال. طيب النورمال كام في التيبس أوف فينجرز؟ بيبقى من 2 ل 3 ملي، ودي مهمة. يعني المسافة لو قلت عن 2 إلى 3 ملي متر مش هيبقوا 2 بوينتس. طبعا ملي متر كلنا عارفين ان السنتي 10 ملي متر، لو في المسطرة في 10 شرط كده قبل السنتي. ده في التيبس اوف فينجرز. ملاحظ حاجة، عدد الريسبتورز اوف تاتش في اطراف الاصابع اكتر، وده اكيد منطقي. انت دايما بتلمس بالتيبس اوف فينجرز، طب في مكان تاني غير ده؟ الليبس، الشفايف. الشفايف دي بتلمس ايه؟ الاكل، الشرب، التذوق. يبقى لازم يبقى فيها تاكتايل ريسبتورز. مش لازم اللمس بتاعت القلم والهدوم، لا، لمس الشرب والاكل ده الليبس. وفي مكان تالت في تقطير ديسكريمينيشن عالي، مش هنقوله المره دي، بس خليكم فاكرين ان في مكان تالت هنقوله مع السبيشال سنس في الاور. دول اكتر اماكن فيها تاتش ريسبتورز واكتر اماكن
هنوسع البرجر. دكتورة هتقول لك في السكشن ايه؟ خد البرجر بنفس فتحته اللي زميلك قال عليهم نقطتين، وبدل ما تحطها على التيبس اوف فينجر حطها على البالم. زميلك هيقول لك حاجه غريبه بنفس الفتحه، يعني دول الاثنين مليمتر، هتدخل على البالم يقول لك حاسسهم نقطه. طب ما انت كنت حاسسهم على التيبس اكتر. معنى كده ان النمبر اوف تاتش ريسبتورز في التيب اكبر. كل ما ندخل لجوه كل ما عدد الريسبتورز يقل. نيجي للفور ار يقل، نيجي لهنا يقل. نحط البرجر على الترانك او الباك يصل العدد الى اقل ما يمكن. عدد الريسبتورز قل بدليل في الكتاب بيقول لك الثريشولد ديستنس في الترانك 65 مليمتر، يعني تقريبا 6 سنتي ونص. لازم تفتح البرجر 6 سنتي ونص علشان على الباك زميلك يقول لك ايوه انا مميزهم نقطتين. طبعا في السكشن مش هنعملها على الظهر، بس دي بتتسال شفوي مع تجربه العمل. طب ليه ربنا عمل كده؟ لانه منطقي جدا انت ما بتحسش بضهرك. معظم الوقت التيبس اوف فينجرز شغاله اكتر من الديفاين سنسيشن. كده انا قلت الفرق. هاجي عند الكروت هقول فيه معلومتين. هستخدم حته القطن وهنعرف التيست يتعمل ازاي في السكشن. بس في نقطه انا عايز اقولها لك في النقطه دي. انت هتطلب من العيان طلبات خمس حاجات. قواعد السنسوري اكزامينيشن. انا ليه ما قلتش القواعد دي في الفاين سنسيشن؟ لان انت قلت يا اما ماركر يا اما بلجل وتوسعها. اما الكرود سنسيشن والتمبريتشر واحاسيس سمنه لازم تكون عارف جنرال رولز اوف سنسوري اكزامينيشن. وده مهم قوي. الجنرال رولز بتاعتنا ايه؟ خمس قواعد هتسمعها في سيكشن العمل. الفيديو ده فيه جزء براكتيكال انا مضطر ان انا اقوله، بالاضافه ان احنا هنعمل اساسا فيديوهات عمل. اول حاجه قاعده في السنسوري اكسبلين ذا تيست ان ارابيك، اشرح لزميلك. وهنا دي النقطه اللي الطلبه بتنساها. يا دكتور زميلي طالب في سنه ثانيه دكتور زميلي اشرح له ليه؟ التيست بيتعمل على عامه الناس. احنا بندربك في السكشن هتعمله على اي حد سواء متعلم او غيره، طبيب او لا، لازم تفهمه. انا هلمسك بقطنك ولما تحس ان لمسه القطنه اتغيرت قول لي، يبقى لازم اشرح افهمه يعمل ايه. تاني خطوه ودي اللي الناس بتنساها، هطلب منه يغمض عينيه. دي مهمه قوي، لانه لو هو فتح عينيه شايف اتلمس بالقطنه فين؟ لا عايز وهو مغمض عليه يحس ان ده السنسي. لو انت نسيت الخطوه دي في البراكتيكال انتهت الاكسبيرمنت وانتهى العمل خلاص. النقطه الثالثه بقى بص بقى هنعمل ايه؟ دايما في النقطه الثالثه هنمشي من بره لجوه. يعني ايه؟ هجيب مثلا حته القطنه دي، فرض ان دي قطنه، اقول له وانا مغمض هعملها كده عشان الناس تشوف. حاسس؟ هيقول لي اه. وانزل. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بمشي من بره لجوه، يعني فروم ديستال تو بروكسيمال. طب انت ليه ماشي من بره لجوه؟ عشان انا عايز تو اكزامين الدرماتوم. درماتوم هتاخدوها في الاناتوم. اريا اوف سكين سبلايد باي سنجل بوستيريور روت اللي هي نيرف سبلاي. دا
كذا تي كذا خارج من سيرفايكال سيجمنت كام، يبقى ثالث شرط لازم امشي فروم ديستال تو بروكسي. دي قاعده عشان تمشي على الدرماتوم من بره لجوه. رابع حاجه لازم تبقى ايه؟ حاجه اسمها باي لاترال. يعني ايه باي لاترال؟ يعني مثلا اعمل لك ايه؟ فاضل دي كوره وهشاور كده، هقول له هنا زي هنا، يعني انا هلمسه بالقطنه عند الليتل فينجر اللي هو سبلايد بي سي 8. دي لازم تكون حافظها في العمل، ده سيرفايكال سيجمنت ايه؟ عايز اقارن سي 8 شمال بسي 8 يمين، لانه احيانا العيان يكون حاسس بالدرماتوم في ناحيه ومش حاسه الناحيه الثانيه. عشان كده دايما دكاتره الاعصاب علمونا واحنا طلبه لازم تقول لي وير اند وات. يعني لو في مشكله عصبيه في العيان ده، درماتوم او حاجه، قول لي المشكله وير، ده مكان. ولما تعرف المكان حط تشخيص للحاله. طيب يبقى دي الرابعه. رقم خمسه احنا بنعمل ايه؟ بنطمن على الدرماتوم. دايما لازم نطمن عليه، نعرف نورمال ولا لا، اون بوث سايدز، ولازم يبقى سيمتريكال. سيمتريكال تست يعني ان انت لمسه القطنه في اليمين تبقى زي الشمال، ما تلمس تحط القطنه جامد هنا وهنا انت تغلط واللمسه بتاعت القطنه على العين تبقى ضعيفه، يقول لك مش حاسس. خمسه دول لازم تطبقهم في كروت تاتش، لازم تطبقهم في بين سنسيشن وتمبريشن. كده انا خلصت اول حاجه التاتش بنوعين، فاين وكرود. على فكره الباس واي اوف كرود تاتش لسه هنأجله للفيديو اللي جاي. نيجي بقى لرقم اثنين مهم قوي، احساس الاستيريو بنوزس، وده اول مره الطلبه تسمعه وانا ما قلتوش ولا بشرح في البدايه مقاصد. هقول الاول ديفينيشن، انا هديلك حاجه في ايديك وانت مش شايفها، يعني انت مغمض عينيك، اقول لك غمض عينيك واقول لك هديلك حاجه وانت مغمض وتقول لي ايه هي. دي بقى مش محتاجه ديستال بروكسيمال ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني احط في ايدك مثلا مفتاح انت مش شايف المفتاح وهو بيتحط، واقول لك اقفل ايدك عليه عشان تعرف ان ده مفتاح، عملت تاتش لمسته ضغطت عليه لقيته طويل ومشرشر وقلت بس هو ده المفتاح. يبقى معنى ستيريو بنوزس يعني ايه؟ ديتكت فاميليار اوبجيكتس وايل بوث ايز ار كلوزد. يعني انا عايز اعرف حاجه فاميليار وعليا الاثنين مقفولين. فاميليار يعني شيء انا متعود عليه، يعرفه المتعلم الجاهل، كل الدنيا عارفه شكل المفتاح، مش محتاجه ذكاء. طب السؤال قبل ما نكمل في العناوين بتاعت السنسيشن، لازم تقول معنى الكلمة دي ايه؟ كلمة ستيريو معناها مجسمة، يعني ليه تلات أبعاد، يعني طول وعرض وارتفاع. أيوة أنا عارف طول المفتاح، عارف العرض بتاعه شكله ايه؟ زي السينما ثلاثية الأبعاد، حاجة في إيدي أقدر أحددها من كل النواحي. جنوزس معناها معرفة أو ديتكشن. طيب أنا عرفت الكلام، طيب إيه النقطة اللي هتقولها؟ الريسبتور إيه؟ قبل ما تقول الريسبتور أنا عايز أسألك، السنسيشن ده هو عبارة عن حاجتين، لمست المفتاح زائد برشر، مش عايزك تتلخبط بين وبين فايبريشن. فايبريشن كانت شوكة تلمس البول وتتهز على إيدك، تلمس وتضغط، تلمس وتضغط، احساس متغير. اما ده الاثنين مع بعض مش بيبدلوا.
التاتش ريسبتورز انا قايلها ميركل ومايسن قلناها قبل كده. البريشر ريسبتور قلناها الفيديو اللي فات باسيا كورباسل والار رافين. يبقى كاني عندي اربعه ريسبتور يحسوا بالستيريو جلوفس. يبقى انا قلت ريسبتورز افرنت متفقين ايه بينا اي احساس مهم داخل فيه تاتش داخل فيه بريشر داخل فيه فايبريشن بروبريو سبشن ان في ارض تحت رجلي لازم تقول ايه بينا. واتفقنا ان الاي الفا محجوزه لحوار الجراد. طيب الباس واي ستؤدى الادابتيشن طالما تاتش يبقى سريعه. نيجي لنقطه مهمه التست ملوش اسم لان انا بحط حاجه في ايديك وتقول لي ايه هي. بس في نقطه لازم ازودها في الستيريو بنوسس السنتر وتتسئل فيها في العمل. سنتر المقصود بيها المكان اللي في الكورتكس اللي عارف ان ده مفتاح. الموضوع ده عامل زي الفوازير بتاعت زمان واحنا اطفال. كانت البرامج زمان يقول لك عروسته يعني يقول لك حاجه طويله ومشرشره تقول له عروسته يقول لك وبنستخدمها كل يوم ونفتح بيها الباب تبقى ايه؟ تقول له مفتاح. برامج الاطفال التافهه دي اللي بيحل اللغز وعارف ان هو مفتاح مكان في الكورتكس اسمه اسوشيشن كورتكس. هنقوله في اخر فيديو في السنسور. كلمه اسوشيت يعني الربط. انا بربط الحاجه اللي ماسكها في ايدي ومغمض عينيا باستخدام اليومي ليها. عشان كده قالوا ستيريوجنوزس از كورتيكال سنسيشن. يا جماعه مش كل الاحاسيس تصل بالكورتكس. اللي بيوصل للكورتكس احساس راقي زي التاتش زي الستيريوجنوزس وغيره. لكن البين مش شرط. ممكن نسبة فايبرز قليلة توصل للكورتكس، وهنقول الكلام ده بعدين. طيب، في حاجة مهمة في الستيريوجنوزس وده سؤال الدكاترة في الشغل. هو الريسبتور بس تاتش وبريشر؟ لا، في ريسبتور تاني خاص بالإحساس ده. تكستشر أوف ماتيريال. يعني المعدن بتاع المفتاح طب ما هو محتاج ريسبتور معين يحس بيه. فالموضوع ده في منتهى الاهميه. نيجي للسنسيشن الثالث وهو الفايبريشن. يبقى انا قلت تاتش لوحده قلت تاتش وبريشر مع بعض يبقى ستيريوجنوزس. تاتش متكرر مع بريشر يبقى فايبريشن. بصوا بقى على اللي انا عايز اقوله. الفايبريشن بتاعتي احنا قلنا الديفينيشن لازم تقول لي الريسبتور ايه. فانا هجيب الشوكه دي وهنعمل زوم عليها. ده تيوننج فورك اللي هتاخدوها في السكشن. لو عملنا زوم هنلاقي فيه رقم مكتوب على اليد ده رقم عادي باين اهو اللي هو 1 2 8. الرقم ده هو تردد الشوكه. الفريكونسي of the tuning fork 128 هرتز او اتش زد. السؤال بقى المهم انت ليه ورحنا تردد الشوكه؟ تفرق لو كان التردد بتاعها من 0 ل 80 هرتز هيحس بيها مايس نره كورباس مايس. ولو كان من 80 ل 500 الترددات العاليه هيحس بيها باسينيا كورباس. احنا في السكشن دايما الشوكه اللي هتمسكها بيبقى التردد بتاعها 128 او مضاعفاتها 256. يعني دايما تلاقي الفريكونسي اعلى شويه في الرينج ده. ده الفريكونسي رينج اللي هيحس بيه الباسينيال كورباس
في السبكوتينيوس تيشو والجويس. طب السؤال بقى مهم، طب انا قلت انت قلت لنا ريسبتور ادي قلته افلت ايه بيتا خلاص تراكت هنأجله حلو. طب السؤال بقى ادابتيشن، مين اللي بيبقى ادابتنج بسرعه؟ يا ترى السنسيشن اوف الفايبريشن ولا الفايبريشن ريسبتور؟ تفرق. الفايبريشن نفسه هو تاتش الترنيتنج ويز بريشر. ولو رجعت للفيديو اللي فات تعريف الادابتيشن ايه؟ كونستانت مينتيند ستيمولس. لما تدي ستيمولس ثابت الاكشن بوتنشال اللي خارج من الريسبتور هيقل. ثابت، هل الفايبريشن كاحساس ثابت؟ لا، ده متغير تاتش مع بريشر. يبقى الفايبريشن كسنسيشن از نون ادابتنج. يا جماعه دي مهمه، يبقى دي خلي بالك نون ادابتنج، مفيش مؤثر ثابت. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه، التست ده اسمه ايه؟ ملوش اسم، تيونينج فور. طب نعمله ازاي؟ هقول لكم نعمله ازاي. هخبط الشوكه على كوعي، اكيد سمعتوا الهزه دي، واجي عند زميلكم اعتبر ان انا العيان، هحط الشوكه من البيز، شايفين البيز اهو، على الديستال. انا ماشي بالقواعد، الاول هشرح له التست، انا هحط شوكه على ايدي، لما تحس انها تبطل تهتز قول لي، يبقى دي اكسبلين قاعده الاولى، غمض عينيك عملها. الثالثه ابتدي فروم ديستال تو بروكسيمال. طب احنا معاك في كل ده، بس عندنا سؤال، ليه الشوكه مسكتها من البيس؟ ان انا لو مسكتها من فوق الفايبريشن هيقف، يبقى انا ما عملتش حاجه، فزميلي ما حسش، طبعا ده غباء. طيب ليه حطيتها على بون؟ قاعده اساسيه، البون ماجنيفاي ذا ستيمولس، بيكبر الاحساس. ممكن تحط الشوكه دي على السوفت تيشو، يعني ممكن احط الشوكه على بطن العيان، هيحس انها بتتهز، بس يحس انها بتتهز اكتر على البون. طب امتى الفايبريشن سنس ما يتحسش؟ عيان يقول لك يا دكتور مش حاسسها، مشكله في الباص وهنقولها فيما بعد. يبقى ده السنسيشن الثالث. طيب الرابع بقى هو السنس او البروبريوسبشن، وده احنا قلناه اتقسم الى ستاتيك ودايناميك، وقلنا الفرق بين سمول جوينت ولارج جوينت، ومين اللي يحدد الريت اوف موف. كل الكلام ده تمام، بس في نقطة خمسة هتعرفها في السكشن مش متقالة في الكتاب، نقطة البالانس، ودي مهمة قوي في الفاين سنسيشن. نقطة البالانس يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطة كده، أنا دلوقتي واقف وما وقعتش، تمام؟ طيب هنيجي في السكشن هنطلب من زميلكم يقف يضم رجليه، بصوا زي ما انا عامل كده، ضم رجليك جنبك تمام، ويغمض عينيه كده، يغمض عينيه هنا، انا لغيت له الفيجن. لما انا اغمض عيني انا مش شايف ان في ارض تحت رجلي، عشان كده قالوا في الكتاب العملي بالذات ان في ثلاث حاجات تتحكم في البالانس او الايكوليبريم، ثلاثه. مين هما الثلاث حاجات دول؟ واحد فيجن، اثنين بروبريو سبشن، ان انا حاسس ان في ارض تحت رجلي، قلناها. ثلاثه انر اير، وهنعرف ان الانر اير او الاذن الداخليه تتميز بحاجتين، في منها جزء سمعي اوديتوري وجزء خاص بالاتزان او الايكوليبريم، حتى بالدليل ان في عصب اكيد
سيناتوف الاناتومي لوكرينيال نيرف رقم 8 فيستيبيولو كوكلير نيرف. ده مسؤول عن ايه؟ عن هيرنج وايكوليبريم. هنا بقى تعالوا نشوف عملنا ايه في العيان ده. لغينا له الفيجن، قلنا له غمض عينيك تمام، وبعد كده كده هو عايش بايه؟ ليه واقف وما وقعش؟ عنده الحفرتين بروبيوسبشن والانر اير. هنشرح في الهاير فانكشن ازاي الانر اير تساعد على الايكوليبريم بباس واي مميز. يعني ده لسه هنقوله، يعني احنا بنقول افكار. فعلمونا زمان واحنا صغيرين لازم يكون عندك اثنين من ثلاثه، قلت ثلاث حاجات. اثنين، لو الاثنين دول قالوا بقوا حاجه واحده، يعني اثنين باظوا وعندك حاجه واحده تقع. اللي عمل هذا التيست اسمه رومبرج. رومبرج قال ايه؟ قال انا خلع عيني واقف مغمض عينيه ويضم كده نفسه، وانا كدكتور هاجي من وراه واحوطه، اعمل له سراوند. يعني الدكتور هيجي بايديه حوالين كتافه من ورا او من جناب، علشان اذا وقعت الدكتور يلحقني، لان الهدف من التست سلامه البيشن. طب لو فرضنا انه واحد وقع وهو مغمض عينيه، يبقى باظ عنده ايه؟ يا اما دي يا اما دي. عملوا تيست على الانر اير لقوها سليمه، يبقى ايه السبب اللي وقعك؟ مشكله في البروبريو سبشن، وده هنقوله في السنسوري ديزيز. فرومبرج النمساوي قال لو واحد وقع يبقى التيست ده بوزيتيف بالنسبه لي، لقيت شيء ايجابي اتكلم عنه. بالمناسبه هقول معلومه كجمله مش هفسرها المره دي، هقولها الفيديو اللي جاي. بروبيوسبشن يا جماعه دي هو ايه؟ مش فكره ستاتيك ودايناميك. النوعين كونشس وانكونشس، ودي المفاجاه للناس. انت اول ما تصحى من النوم بتحط رجلك على الارض، ده كونشس، انا حاسس ان في ارض تحت رجلي. لما تيجي تمشي وتنزل وتروح الكليه وتتحرك، تحول احساس الارض تحت رجلك الى اللاوعي. انا مش مركز في الموضوع ده خالص، انا ماشي باتزان معين. امتى يكون كونشس وانا مركز فيه، وامتى يكون انكونشس؟ لازم تفهم تراكس للباس واي اللي هنقولها بعدين، فدي نقطه هتتفوت للفيديو اللي جاي. طيب في حاجه تهمني لازم اقولها، كل الاحاسيس الفاينل اللي قلتها تاتش وبريشر وفايبريشن وبروبيوسبشن وستيريو جنوزس، كلهم على بعض ليهم اسم علمي اخر، ايبي كريتيك سنسيشن. يعني ساعات الاساتذه ما يقولكش فاين، الكلمه دي يعرفها اي حد، يقول لك ايبي كريتيك، والكرود الغير محدد، يعني ملوش ريسبتور معين، ملوش افرد معين يجيله، يروح لاي حته في البرين، حاجه غير محدده اسمها العلمي الاخر بروتو باسيك سنسيشن. يعني انا اقول لك بروتو باسيك تقول لي كرود، اقول لك مين الايبيكريتيك تقول لي فاين. اخر حاجه في الفاين سنسيشن احنا ما اتكلمناش على احساس الضغط. يعني هنيجي في السكشن ونطلب من زميلك ان هو يغمض عينيه، وهقول له هحط في ايدك حاجه، هفرد ايدك على البنش، على البنش العادي، هحط حاجه واشيلها واحط حاجه تانيه، دورك تقول لي مين قال. يبقى شرط اساسي في البريشر اكزامينيشن لازم الهاند تبقى سبورتد، سبورتد على ترابيزه. ليه يا دكتور؟ طب ما يرفع ايديه، قصدي يعني يشيل حاجه ويقول مين اتقل او مين اخف. لا، لو هو رفع ايده عمل ماسل تنشن، عمل كونتراكشن.
ويقدر يميز انا عايز والهاند سبورتد اعمل الحكايه دي. فهتتسأله سؤال في الشغل واهميه البريشر سنسيشن ان انا اعمل هاند سبورتد وخلاص، يعني ربنا خلقها للسبب ده وخلاص؟ لا، اتخلقت لسبب اهم هو سبب البوستشر. بتحافظ على البوزيشن اوف ذا بادي، انتصاب القامة. يعني ايه؟ يعني هاتي مثالين، انا وانا واقف قدامكم اهو، بصوا انا واقف ستريت، فجأة عملت كده. انا ملت بالترانك الجزء ناحية اليمين، يبقى البريشر اون ذا رايت سايد. السول اوف ذا فود اليمين عليه بريشر اكتر، فبعت اكشن بوتنشال اكتر للكورتكس من الناحيه الشمال، فعرفنا ان الجسم مايل يمين او العكس. وقلنا ان دي امبورتنت انفورميشن، لازم الريسبتور اللي يحس بيها يبقى سلولي ادابتنج ريسبتور، يبقى اهميته ايه؟ بصر. طب ده المثال الاول. ايه المثال الثاني؟ لو انت بتغطس تحت سطح الميه مسافات بعيده اعماق كبيره، انت مش شايف فين السيرفس وفين الدبس، عايز ترجع تاني لوش الميه، الكشاف اللي معاك تحت ما يكفيش ينور لك غير يا دوبك 2 متر، مفيش. تعرف منين ان في فوق وتحت ضغط الميه عليه اكتر؟ فوق ولا تحت؟ فين رجلي؟ يبقى دي مهم البريشر. ولو اني كل ما تدخل اكتر الضغط مش هيسعفك، اللي هيسعفك فقط انر اير. عشان كده الناس اللي عندهم مشكله في الانر اير ما ينفعش ياخدوا دايفنج لايسنس، رخصه الغطس. طبعا ده في الدول المحترمه اكيد من ضمنها مصر. طبعا ما بنعبرش بالكلام ده، الكلام ده مهم. كده خلصنا كل فايل. نختم هذا الفيديو بالثيرمو سنسيشن. انا قلت ان كان تاتش وبريشر وفايبريشن واتشنج وتيكلينج، على فكره الاتشنج والتيكلينج ما قلتهمش المره دي، هقولهم مع السباينو سيلابيك تريتس، يعني هقولهم مع السنسيشن الثاني. نتكلم على تمبريتشر سنسيشن. النقط الأساسية اللي لازم تبقى إيه؟ أولاً مين أهم في التمبريتشر؟ إحساس البرد ولا إحساس إن الدنيا حر؟ فأول نقطة هقول كولد فيرسس وول، ده أول عنوان عندي. وقلت لكم في الفيديو اللي فات هناك خمس إثباتات إن إحساس الكولد أهم. أول إثبات إيه بقى؟ ان الكولد اهم. كولد ربنا مديله سبيسيفيك ريسبتور غيرك يا وول، سواء دفى او الدنيا برد، الريسبتور في الاثنين ايه؟ فري نيرف اندنج، اي عصب في نهايته ريسبتور هيحس باي احساس سواء فاين او كرود، بس هنا فري نيرف اندنج. لكن الكولد مميز بايه؟ عنده ريسبتور زياده غير الفري نيرف اندي، عنده كروز ريسبتورز. حتى افتكرها بالممثل العالمي توم كروز، يعني كروز ريسبتور مع فري نيرف اندي. رقم اثنين، يتميز الكولد ان عنده افرنت زياده. يعني ايه؟ الاثنين احاسيس اقل اهميه. دكتور الدفى والبرد اقل اهميه؟ اقل اهميه من التاتش. التاتش كان بيتشال على الايبيتا. اما الاثنين دول ربنا ادالهم ايه؟ سي فايبر ان مايلينيتد نيرف. اما الكولد قال لك انا اخطر، انا بعمل فازو كونستريكشن وممكن اعلي البلاد بريشر. فربنا ادى للكول بالاضافه للسي اداله ايه؟ دلتا زياده. قال له انت عندك تو، انا هسرع لك نقل احساس.
بتاعت الجرافيتي، وما تقوليش هديلك ايه بي ده افرد دي بتاعت التاتش. يا جماعه الناس نقابات والسنسيشنز نقابات، وده اللي هنقوله بعد كده. مش كل الناس على نفس الدرجه وبتتعامل معامله واحده، مفيش السواسيه دي. نفس الكلام السنسيشنز عندك. نيجي بقى للسبب الثالث او الاسباب الثاني، ان الكولد ريسبتورز العدد اكبر من الورم ريسبتورز. عدد الكولد ريسبتور من 4 لـ10 مرات الورم، النمبر كبير. نيوميرس السبب الرابع او الاثبات الرابع، سوبرفيشيال سطحية. والاثبات الخامس انها ادابت سلولي على الورم ريسبتورز. احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات ان التمبريتشر ريسبتورز بصفه عامه انترميديت، بين البرين اللي هي تبعت كهرباء بسرعه للكورتكس وخلاص، او بتبعت له اكشن بوتنشال يقل بس سلولي، لا هي كده ولا هي كده. ولكن قلت لو حد شاف الفيديو اللي فات ان يتميز الكولد انه اهم، يبقى ادابت مور سلولي مقارنه بالوور. طول الوقت لازم نبلغ الكورتكس ان في بلل، احنا حاسين بالبلل. يبقى دي اول حاجه. نيجي للعنوان الثاني في موضوع التمبريتشر، ميكانيزم اوف ستيميوليشن، ودي على فكره مهمه قوي. عمرك ما تقدر تمسك الحر في ايدك، ده شيء غير ملموس، ما تقدرش تمسك برد او حر، ولكن انت بتحس. ازاي الريسبتور اللي على السكين حس بالحراره والبروده؟ عن طريق الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس. المعروف ان في الحر الميتابوليك اكتيفيتي اعلى، تيشو اكتيفيتي اعلى، فحصل تغيير في الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس، استقبلته الريسبتور، ادتك احساس ان الدنيا حر. في البرد الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس قلت، فالريسبتورز قالت لك لا ده انا حسيت ان الدنيا برد، يبقى كان الريسبتورز حولت الغير ملموس لحاجه محسوسه، حاجه انا مش قادر امسكها في ايدي، بقيت انا حاسسها عن طريق الكونسنتريشن ميتابولايتس. وفي نقطه مهمه جدا لازم تعرفها في السيرمو ريسبتورز دول، ان في منها نوعين انترنال واكسترنال. ايه ده؟ اكسترنال يعني ايه؟ على السكين، انا عندي ريسبتور على السكين بتحس بدرجه الحراره، بس على فكره درجه حراره الجسم ثابته 37 درجه ما بتتغيرش. وفي اخر برانش في السنه اسمه ميتابوليزم هتعرفوا ان عندنا تو تمبريتشرز عايزين نظبطها، حاجه اسمها شال وحاجه اسمها كول، مش هنقولها دلوقتي. طيب عايز بقى العنوان الثالث في التمبريتشر. العنوان الثالث، ممكن تقول لي درجات الحراره اللي اشتغل عندها الكولد ريسبتور واللي اشتغل عندها الوور ريسبتورز؟ طب وامتى ما نحسش في حراره خالص؟ وامتى نحس ان ميه بتغلي او نحس ان الحوض التلج ده انا مش قادر استحمله؟ يعني انا هتكلم على احتمالات دلوقتي، وبصوا على الاحتمالات. عملنا كيرف في الكتاب كطالب مش عليك، بس هقول لك ارقام. هنا على الهوريزونتال اكسس هتكلم على درجات حراره 0 10، وهنا اقول 45، وهنا 50، وهنا ممكن اقول 30. بصوا بقى وهنقول نظريه الاحتمالات دلوقتي. هقول 5 درجات حراره وكل واحده هتحس ولا لا. ات 0 ديجري سنتيجريد هذا هو الاحتمال الاول، نو تمبريتشر سنسيشن.
درجة الحرارة صفر وانت ما بتحسش. الكلام ده انت اخدته في سنة أولى Factors affecting conduction velocity of nerve. فاكرين كان من ضمن الحاجات تأثير درجة الحرارة. كل ما نزود درجة الحرارة 1 degree centigrade كان الكوندكشن يزيد 3 إلى 7%. حتى دكتورة فادي اللي شرحت الحتة دي قالت لما التمبريتشر تبقى زيرو احنا في الحالة دي ممكن نقدر نعمل عملية جراحية اسمها كرايو سيرجري أو الجراحة بالتبريد. زمان ما كانش فيها أنستيزيا فكانوا لو عايزين يعملوا عملية ويخدروا العيان كانوا بيحطوا رجله في حوض تلج أو درجة حرارة قليلة ويعملوا عملية البتر الأمبيوتيشن. هيبقى شايف إن رجله بتتقطع بس مش حاسس. فدي زيرو ديجري يعني أناستيزيا كأنه بيبك. طب نيجي للاحتلال التاني عند درجة الحرارة 10 من زيرو من أول 10 من أول 10 لغاية 45 على فكرة تحس بكولد سنسيشن. الكولد ريسبتور تشتغل من أول 10 ل 45 تقول لك أنا هشتغل بدايتها 10 ونهايتها 45. طيب نيجي بقى بص للاحتمال التالت وده مهم جدا. طب لو اقل من 10 هتحس بكولد بين. ايه ده؟ ايديا وجعتني حط التاج. ايه ده؟ مش قادر. ده كولد بين لكن ده كولد عادي. قلت في الفيديو اللي فات اوعى تفتكر ان الريسبتور الواحد بيدي نوعين للسنسيشن. الريسبتور يحس بسنسيشن واحد او يدي سنسيشن واحد. يعني اوعى تقول لي هنا ايه؟ الكولد ريسبتور كانت شغاله ولما الكولد بقى اكتر او البرد زاد ادى الى بين. لا البين دي سبيسيفيك نوسي سبت ودي مهمه قوي. نيجي لاحتمالين مهمين. امتى الاحساس بالدفء يشتغل؟ امتى الورم ريسبتور يشتغل؟ من 30 الى 50 ودي مهمة قوي. وفي كتب بتقول 25 من 30 ل 50 درجة يشتغل الورم ريسبتور وده نقطة مهمة جدا يشتغل. طب فوق 50 تحس بهيت بين مية بتغلي مش قادر الحمد. 5 درجات مئوية بخمسة سنسيشنز. السؤال المهم للي بيتفرج دلوقتي نلاحظ حاجة على الرسمة؟ نلاحظ ان في زون هظلله. في الزون دي اللي انا هظللها من 30 الى 45 او من 25 ل 45 يشتغل الوول زائد الكولد ريسبتورز الاثنين بيبقوا سنسيف. يعني حاجه اسمها في الكتاب ايه؟ اوفرلاب زون. اوفرلاب او انترسكشن حصل تقاطع ما بين كيرف الكولد اللي هو الاولاني ده وكيرف الوور اللي بعد 50 ده هيت بين واللي اقل من 10 ده كولد بين وعندي زيرو انستيزيا. الكلام ده مهم جدا. يبقى انا في التمبريتشر قلت في نوعين من السيرمو ريسبتورز قلت 5 اثباتات ان الكول اهم من الورم. اتكلمت على درجات الحراره وخمس درجات بخمسه سنسيشن. هقول العنوان الرابع في التمبريتشر اللي انت لازم تعرفه وقلت كمان ميكانيزم اوف ستيميوليشن. طيب او العنوان الخامس في التمبريتشر في حاجة اسمها بارادوكسيكال سنسيشن. بارادوكسيكال يعني العكسي. يعني انت لو خدت هوت
شاور عند 45 درجة قاعد مثلا في جاكوزي او ايا كان مية 45 درجة بالرغم ان المية دي درجة حرارتها عالية حاجة غريبة تحس ان انت بتترعش في بداية الشاور البداية بس طب وبقية بقى التمرين او في المية تحس ايه؟ عادي كلنا كنا بنحسها واحنا صغيرين لما ننزل بسين او بحر في الاول حاسس ايه ده؟ ده المية ساعة هي مش ساعة وبعد شوية والدك يقول لك ايه؟ اقعد شوية هتدفع، ايه اللي حصل عند 45؟ بصوا على الكيرف 45 ديجري سنتيجريد لسه بيشتغل الكولد ريسبتورز ما هو بدايته من 10 ل 45 في صم كولد ريسبتورز ار ستيمولييت لسه شغال بس الاعداد اقل عشان كده البدايه احساس الكولد النهايه احساس الورم عدد الورم ريسبتورز بعد كده تشتغل اكتر طب ليه؟ لان درجه الحراره هتزيد مش هتثبت عند 45 ممكن تبقى 45 ونص او 1.1 كل ما تزيد درجه الحراره 0.5 ديجري سنتيجريد سيتزايد عدد الورم ريسبت لغايه ما نوصل الى 50 طب فوق 50 هيت بين لا الورم ريسبت بتشتغل ولا الكول بتشتغل هنا يشتغل مين؟ فري نيرف اندنجز اللي هم بيحسوا بالبين ده قصه ثانيه بقى فالريسبتور يختلف يبقى البارادوكس كان ده عنوان مهم في نقطه بتتسال دايما في الشغل هو درجه الحراره تعتمد على ايه؟ يعني انت دلوقتي هل حراره الجلد زي حرارة الجو يعني مثلا لو الدنيا دلوقتي حارة لازم السكين تمبريتشر تعلى ولا لا؟ تعلى ليه؟ عشان تقرب من الاتموسفيريك تمبريتشر عشان نقلل الهيت جين انا مش عايز اكسب حرارة كفاية طب لو الدنيا برد قوي حرارة الجو قليلة يبقى لازم حرارة السكين كمان تقل علشان نقلل الهيت لوس معلومه اخيره جسمنا يا جماعه مش زي الضفدعه الضفدعه ممكن حراره البادي تمبريتشر تقل او تزيد ما عندهمش 37 ديجري سنتيجريد احنا ما ينفعش نبقى كده والدليل على ان كلامي صح في الاسكيمو فوق في شمال روسيا تلاقوا درجة الحرارة بالماينس وبالرغم من كده هتلاقوا ان درجة حرارة البادي ثابتة والا كان البلاد اتجمد. في نقطة أنا عايز أقولها التست أوف تمبريتشر ودي النقطة الثابتة. إزاي نختبر التمبريتشر في السكشن؟ هيجي الفنيين يجيب لك تو تست تيوبس أنبوبتين أنبوبة دافية وأنبوبة ساقعة. انت هتطلب من زميلك ايه؟ تقول له بص انا هحط انبوبه واشيلها واحط انبوبه ثانيه على التيبس اوف فينجرز بتاعتك. وفي نقطه مهمه انا عايز كل مره تقول لي مين اسقع او مين ادفى. لازم الشرط الثاني يغمض عينيه. تلاحظين طول الفيديو ده انا ما بغيرش كلامي. اكسبلين ذا تيست كلوز ايز ابتدي فروم ديستال تو بروكسيم انبوبه كانت هنا اجيبها له في البار عند الفور ار وهكذا وكل مره اساله حاسس بيها ساقعه ولا دافيه اسم التيست ده تو تيست تيوب تيست اختبار الانبوبتين اللي يميز ساقع او دافي فقط هو الصلبس وهتعرفوا في العمل ايه. بس اللي يقول لك مين ادفى او مين اسقع دي مهمه اصعب محتاجه اعلى حته في السيمنس يبقى كوتس. عشان كده هتلاقوا دايما في العمل يقولوا الجمله دي.
cortex discriminate the fine grains of temperature. لكن الصرص يميز الوايد رينج. على فكرة مكان التمبريتشر ريسبتورز أكتر ما يمكن في اللبس، ودي معروفة. درجة الحرارة دايما في شفايفك حاجة ساقعة سخنة، دايما عندك ريسبتورز كتيرة قوي في الحتة دي. حتى الأطفال اللي بيعملوا لهم عضاضات، إيه حكمة العضاضة؟ لأن عنده الريسبتورز أوف تاتش والتمبريتشر في اللبس عالية، فبيعض فيها فبيسخن، تديله سنس اوف فولنس او كده. في النهايه هنختم الفيديو ده بالسمري اللي انا قلته: واحد، عرفت السنسيشن. اثنين، كلاسيفيكيشن اوف سنسيشن حسب السايت سوبرفيشال ودي، وحسب السبيسيفيستي مكانه وسيرن وبين. شرحنا ميكانيكال وسيرنال تاتش وبرش وفايبريشن وبروبيوسبشن وستيريوجنوزس، كل الكلام ده قلناه، وقلنا التمبريتشر. بس في الخمسه بتوع الفاين اتكلمت على الريسبتور، على افرنت، على تراك قلنا يتاجل، على ادابتيشن، واتكلمنا عن التست. جينا للتمبريتشر اتكلمنا فيه في ست عناوين. العنوان الاول الكولد مميز عن الورم بخمس اثباتات. العنوان الثاني اتكلمنا على خمس درجات حراره ومين الريسبتور اللي هيشتغل فيهم. اتكلمنا عن الميكانيزم اوف ستيميوليشن اوف ريسبتور، ازاي احول الحاجه الغير ملموسه المحسوسه. الرابعه انواع السيرمو ريسبتورز. اتكلمنا عن بارادوكسيكال كولد سنسيشن، الشاور الدافي في بدايته انا لسه حاسس ببروده. العنوان السادس اتكلمنا عن التست اوف تمبريتشر، والعنوان السابع والاخير الديستريبيوشن اوف ثيرمو ريسبتورز.